السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا لكم من خلال قناة ALG. إن شاء الله بإذن الله النهاردة مع بعضنا هنقفل الكرنك بطريقة احترافية وبطريقة سهلة وبسيطة، ونربط الرباط ساعة، وإن شاء الله بإذن الله نطمن عليه ونطمن على كل كراسي ونربطه بطريقة احترافية. فإن شاء الله بإذن الله خلوكم معانا بطريقة بسيطة، هنقفل الكرنك بطريقة احترافية إن شاء الله مع بعضنا بالكتالوج طبعا يا جماعة. وللعلم يا جماعة إن أنا غيرت اسم القناة من الجوات لـ ALG، وانتظرونا إن شاء الله بإذن الله لآخر الفيديو. طبعا زي ما شايفين معانا يا جماعة نقفل السبيكة. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة بقفل الهلالات حاليا دلوقتي. ستاندر يا جماعة. طبعا يا جماعة الشاشة زي ما انتم شايفين الكلام على الثابت الجنب ده على الكرنك. طبعا طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين معايا انا دلوقتي حاليا هربط 150 نيوتن. ده اول رباط ليا يا جماعة، هاخد اول رباط 150 نيوتن. نيوتن مش كيلو يا جماعة، ماشي؟ مش كيلو فات، نيوتن. هربط 150 اول فازة، اول رباط لي 150 نيوتن. طبعا انا معايا اليد الساعة زي ما انتم شايفين معايا، هبدأ اظبطها على 150 نيوتن. C'est juste.
دام هنا بص على 24 طبعا بجمع يا جماعة عليه الأول طبعا يا جماعة. أنا ربطت خدت 150 نيوتن، خدت 150 نيوتن عليه أجي ده مونا ستراكشر، خدت 150 نيوتن زي ما انتم شايفين معايا، خليكم معانا للآخر برضو. طبعا يا جماعة فازا دو، طبعا أول رباط خدت 150 نيوتن فازا دو، تقسيمه رقم 2، تقسيمه رقم 2 بربط 120، باخد 120 زاوية، زاوية 120. فزي ما انتم شايفين كده مع بعضينا هاخد زاوية 120 بالظبط. ده ماجي سي الكرة هنا بريزو طبعا يا جماعة. زي ما انتم شايفين معايا انا معايا الزاوية دي، معايا الزاوية طبعا، معايا التاكوز كبيرة يا جماعة، زاوية 120 باخد عشان اخد الزاوية مظبوطة بالظبط، مش بدي زاوية كده وخلاص، لا انا طبعا او اتنين زاوية، في ناس بتدي اتنين زاوية اتعلم وتعكس وتدي كمان زاوية عليها تاني، هو عاطيني زاوية 120 بس فقط لا غير، ما بيدينيش اكتر من كده زي ما انت شايف معايا، هي زاوية 120. فزي ما انت شايفين معايا هنبدأ اهو مع بعضينا. طبعا هي فيها زي نظام مغناطيس عشان يثبتها. كم دنو انت؟ نو 120 طبعا زي ما انتم شايفين معايا يا جماعه زاويه 120 من صفر ل 120 زاويه بس، خلاص على كده هو خد رباطه. بس طبعا واحده واحده ابدا يعني قبل اي شيء، طبعا انا باخد اللي من بعديه على طول، انا باخد اللي من بعديه على طول يا جماعه. فينالي نو Non ho detto due insieme. No, è dopo. Aia. Ti alza un po'? Ti mando un po'? Va bene.
Ya lo interrompo un pochettino. Basta. No, è bello. Un po' più così. Sì. Così? Sì. طبعا يا جماعة أعلم عشان ما أغلطش. أهم شيء يا جماعة عشان ده ما فيهوش كلام، لو غلطت في علام من دلوقتي في مشكلة معاك يعني غلط، عشان طالما بتربط زي الكاتالوج فطبعا فوتت علام يعني مشكلة كبيرة معاك. طبعا أنا مربوطش من جنب واحد، ببدأ أربط من جوه لبره يا جماعة زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه ده اخر كرسي معايا، ده الكرسي الثابت، الكرسي اللي ورا خالص اللي بيشتغل بيربط في ترمبة الزيت. زي ما انتم شايفين يا جماعه انا مصفره على الزيرو، طبعا هاخد 120 زاويه. اتنتا تنتو ancora un pochettino pochettino ancora basta. Un pochettino, poco poco, basta. Va bene. طبعا يا جماعه انا كده ظبطت خلاص، قربت زي ما انتم شايفين معايا. زي ما انتم شايفين انا قلت لك طبعا حاضر معايا الزاويه بطريقه بسيطه زي ما انت شايف كده معايا. بياخد الاول المسمار البلون، ياخد اول تقسيمه 150 نيوتن 150 نيوتن. وياخد بعد كده بعد ما تربط الكلام ده، بعد ما تربط 150 نيوتن بتطمن ان هو كله 150 نيوتن معاك، وترجع بعد كده تدي زاويه 120 فقط لا غير. هو اتنين تقسيمه بس يا جماعه، انت فاهمني؟ زي ما الكاتالوج بيقول نفسه. فيعني هي بطريقه بسيطه وسهله، انت ممكن تتخيل ان هم رباط ضعيف او رباط خفيف، بس صدقني الرباط تمام معاك، يعني رباط تمام معاك ورباط شديد ما فيش منه اي مشكله. الا اذا بقى انت مثلا لو خرط البازامنت او الكلام ده، ممكن تدي بدل مثلا 120 ممكن تدي 130 زاويه 130. دي الطريقه المظبوطه اللي تشتغل بيها، انما تدي 400 كيلو و350 ده اشد كتير، يعني شديد عن 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 على الموتور نفسه او على الكرنك نفسه. زي ما انت شايف كلها حاجات بسيطة، يعني الزاوية دي بتظبط شغلك مظبوط تمام زي ما انت شايف معايا. طبعا زي ما انت شايف كده معايا، شوف الكرنك لفته معاك ولا كلمة ولا كلمة، مفيش أي مشكلة مفيش أي مشكلة. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين انا بايس دلوقتي حاليا الخلوص بتاع الكرنك نفسه زي ما انتم شايفين معايا. انا جيت الترا بارتي جيره. طبعا زي ما انتم شايفين معايا يا جماعه، يعني انا دلوقتي على الصفر اهو، زي ما انتم شايفين على الصفر معايا. فهبدا اعكس الجنب الثاني، فيني اون اترا بارتي سكاتش اون اترا بارتي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ديتشي ملي متري 10 ملي متر، يعني مفيش اكتر من كده ولا اقل ولا ازيد، هي ال 10 مفيش اي مشكله. الخلوص بتاع المحركات دي يا جماعه مش باستاجي، الخلوص بتاع الموتور ده مش
مش كبير يعني، مش عالي، او مش ان انت مثلا 20 سواعات زي المحركات القديمه 20، وممكن يصل معاك 22 23 15. انت معاك من المسافه دي من 10 ل 15، اكتر من كده كتير يعني، انت فاهمني؟ حتى انت ممكن لما تيجي تاخد الخلوص بتاعه وتهزه بتحس ان هو ما فيهوش خلوص كتير يعني، انت فاهمني؟ زي ما انت شايفين معايا الكرنك مربوط تمام وكله مية مية، فان شاء الله باذن الله زي ما انت شايفين كده معايا بطريقة سهلة وبسيطة قسنا الخلوص وربطناه رباط احترافي ومفيش منه اي مشكلة، بنظام الكاتالوج نفسه ما بيقول زي برضه الكاتالوج بيقول ربطناه ان شاء الله باذن الله. فأتمنى يا رب تكون استفدتوا الفيديو، وان شاء الله باذن الله انتظرونا فيديوهات جديدة، وما تنسوناش بدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.